اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايما. سفرتي النهارده سفره مختلفه شويه. زي ما عودتكم بحب دايما اعمل وصفه تكون احنا بنحب نعملها بس بمكون واحد او مكونين نخلي الوصفه تكون مختلفه. احنا دايما بنعمل الفته بتاعت اللحمه العاديه بتاعتنا اللي بتطشه او بنعمل الفته السوريه. النهارده عايزه اعمل معاكم فته بتنجان، فته اسمها فته المقدوس. فته حلوه قوي لان البتنجان لما بيبقى مع صوص الزبادي اللي هو صوص البدوه مع الصوص الاحمر مع كمان العيش المحمر مع شويه زينه من فوق سنوبر وشويه بقدونس وشويه صوص ليمون كده مع طشه سمنه بيبقى طعمه هايل. الوصفه دي تنفع جدا نعملها لو عندنا عزومه كبيره، تبقى في بوله كبيره شفافه كده حلوه تبان الطبقات بتاعتها تبقى مبهجه وتبقى حاجه مختلفه الضيوف بتوعنا ما يبقوش اكلوها قبل كده. انا دايما بحب اعمل في الاسبوع وصفات تكون سريعه ووصفات تكون تقيله شويه، فحابه ان الاسبوع ده نبقى عاملين مثلا حاجتين حلوه وحاجتين حادقه، والحادق يكون فيه شويه تفاصيل تخلي الحاجه بتاعتنا مثلا لو في اجازه او لعزومه تكون وصفه مختلفه وحلوه. عايزين نجرب بقى مع بعض النهارده فتت المقدوس ونقسمها كطبقات، طبقات كل طبقه نشرحها لوحدها ونبتدي نرصها كمان فوق بعض كده بشكل حلو جدا جدا وبيخلي النفس كده يعني بيشهي جدا بيخليك عايز تاكل طبق باي طريقه. هبتدي اول حاجه عندي اللحمه المفرومه بتاعتها زي اللحمه المفرومه اللي بنعملها البشاميل، زي اللحمه المفرومه اللي بنعملها اي طريقه العصاق بتاعها زي اي طريقه انتم بتحبوها، دي سهله جدا مش هي التركه بتاعت الوصفه. هنستخدم ايه؟ هستخدم 400 جرام لحم مفروم. هما طبعا بيستخدموا لحم غنم، احنا طبعا ما عندناش لحم الغنم فهنستخدم اللحم العادي، يعني لحم الغنم او الماعز هو موجود بس مش متوفر قوي زي اللحم العادي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. بس لو انتوا عندكم ده يعني الشاميين الاكلة دي شامية 100% بيعملوها بيستخدموا لحم الغنم، فلو حد حابب يطلعها شامية 100% يجيبها لحم غنم. عندي 2 بصلة مفرومة ناعم، عندي معلقة صغيرة ثوم مفروم، عندي رشة جوزة الطيب، رشة 7 بهارات، عندي سمنة، عندي زيت. ده اللي هو الصوص الايه اللحمة المفرومة العصاق بتاعي. عندي الصوص الاحمر، عندي زيت زيتون، 1 كيلو طماطم شرايح مقشرة، بصلة ابيض شرايح، معلقة كبيرة صلصة جاهزة، ثوم مفروم مش فريش، رشة ملح، فلفل اسود. الصوص الابيض اللي هو البدوة حاجة غريبة شوية بيحطوا زبادي مع طحينة، 800 جرام زبادي، معلقة صغيرة ملح، عصير ليمونة، 2 معلقة صغيرة ثوم، 2.5 معلقة كبيرة يعني 2.5 معلقة كبار طحينة. هتستغربوا الوصفة دي، كل بلد بيبقى ليها طريقتها في الأكل. يعني احنا بنحب نحط مثلا في طشة الملوخية بنحب نحط كزبرة، هما بيحبوا يحطوا الطحينة مع الزبادي. ممكن يبقى بالنسبة لهم لما يسمعوا عن الملوخية بتاعتنا ليه المصريين بيحطوا الكزبرة مع التوم عشان يعملوا طشة، فكل بلد بيبقى فيها حاجة مختلفة عن البلد التانية. عندي حلة سخنة حطيت فيها اللحمة المفرومة من غير اي سمنة ولا بصل ولا اي اضافات لحد ما اشوف هي هتنزل لي مية قد ايه وهتنزل لي دهون قد ايه. عندي زيت زيتون وابتدي اشوح فيه التوم مع البصل، طبعا الزيت زيتون مش بنسيبه يسخن، وياريت تستخدموا زيت زيتون في الصوص الاحمر ده عشان احنا عايزين الطعم بتاعه محتاجينه. احنا بنقلب الزيت زيتون مع الحاجة بيسخن معاها مش بنسيبه يسخن عكس الزيت العادي، ما ينفعش نسيبه يسخن، لو سخن طعمه يتغير يعمل ريحة يقلب طعم الوصفة كلها. يبقى بنعمل ده مع ده، بنسيب الزيت العادي بنسيبه يسخن بعدين نضيف الاضافات بتاعتنا. زيت الزيتون لا، بنسخن الحاجة بيه. يعني انا حطيت دلوقتي البصل والثوم وبقلب مع زيت زيتون ياخدوا حرارة بعض. عندي اللحمة اهي هتبتدي تنزل لي اللون بتاعها وتبتدي تنزل لي الماء بتاعتها والدهون بتاعتها وابتدي اشتغل فيها على طول.
طبعا انواع الفته يعني بالذات دلوقتي احنا بلدنا من البلاد اللي بتستقبل بلاد تانية واكلاتها، واحنا بنحب نغير يعني من البلاد اللي نلاقي الاكل السوري والاكل اللبناني والاكل الشامي والمغربي والفلسطيني والهندي، بقى عندنا كل الانواع دلوقتي. كل فته في بلد ليها طريقتها، احنا عندنا بنعمل الخل في الصلصه وبنعمل الطشه وبنعملها باللحمه، بنسلقها وبعدين نحمرها في سمنه ونحطها كده على الوش، دي الفته بتاعتنا كمصريين. هم بيعملوا بقى الفته في صوص البدو ده اللي هو صوص الزبادي، وبيدوله سمك مع الطحينه اللي بيحطوه، فبتبقى الطعم تحت حاد جدا كده، حاجات مقليه وعيش وحاجات وصلصه، وفوق بقى يهدوا الطعم ده خالص بطبقه زبادي، فتحس وانت بتاكلها كده كانك بتاكل كيك عليه ايس كريم ساقع، فتحس ان كل الحاجات السخنه اللي تحت اللي هي عامله لك تق هدوها لك خالص بالزبادي اللي فوق. فصراحه انا بحب الميكس ده قوي عشان بيهدي الطعم كده، بيخلي الطعم فعلا حلو. طبعا بقى يوم 19 مارس ده اليوم العالمي للفته، ساعتها كل المشاهدين بتوع سفره دايما وانا كمان هندخل نعمل الفته دي، لان هي بجد من احلى انواع الفته اللي ممكن تاكلوها. وفي ناس من عشاق البتنجان، يعني في ناس بتحب البتنجان جدا، فالفته دي تكون من الوصفات الحلوه قوي ليهم. هنشرح، والبصل بيتشوح واللحمه بتنزل لي دهونها. البتنجان بتاعي عملته ازاي؟ جبت بتنجان رومي قطعته مكعبات زي بتاع السلطه بتاعت الراهب، او زي بتاعت السلطه اللي هي برضو اللبناني، او زي السلطه العاديه بتاعتنا لو احنا بنفطر الصبح في اي مطعم فول وطعميه بيبقى مقطع بتنجان كده. انا هقطعه بتنجان رومي عادي، هقطعه مكعبات وهنقعه في ميه فيها ثوم وملح وخل وشطه وكمون وليمون، وهسيبه يتنقع فيها نص ساعه، ينزل لي كل السواد اللي فيه عشان لما يتحمر يفضل ماسك نفسه كده، فلما احطه في فته ما يبقاش مهري، يبقى بصوا ماسك نفسه لونه ذهبي حلو. لو ما نقعتهوش بقى ايه اللي هيحصل؟ هحمره ويشرب زيت كتير، هيبقى غامق مش هيبقى ماسك نفسه، هينزل في الفته بتاعتي يروح عامل لي سوائل تحت يشرب لي زيت كتير يخليها لي تقيله. خطوه ان انا انقع البتنجان من الحاجات المهمه جدا. انا هعمل نوعين بتنجان، هعمل نوعين فته. عندي الفته اللي هي بالبتنجان اللي هي التقليديه بتاعتهم الشاميه، الفتة الشامية المجدوس الشامية بتبقى بالبتنجان ده الكبير، بنقوره زي الكوسة وبعدين بننقعه ونحط جواه اللحمة ونحمره كده، البتنجان العادي جدا من غير ما نقطعه مكعبات، دي اللي هي الأصلية الشامية. سهلناها على الناس عشان في ناس مثلا مش هتبقى عايزة تحشي وتحمر حاجة كبيرة كده، عايزة الموضوع يبقى أسرع، هتقطعيها مكعبات وهتقليها. وانا دلوقتي بعمل اللحمه وبعمل صوص الطماطم، شوحت في زيت زيتون الطماطم والبصل، هنزل عليهم بايه بقى؟ بطماطم متقطعه شرايح مش معصوره، احنا هنعمل كل ده هنخلطه في الخلاط بعد ما نخلصه. فدلوقتي هنزل عليهم بالطماطم اللي هي متقطعه شرايح، ما عصرتش اي حاجه، مفيش اي عصر في الموضوع، هسيب الخليط ده بقى ايه يدخل في بعضه ويغلي ويتسبك. اكون طلعت فاصل وارجع لكم على طول نحشي البتنجان ونبتدي نقليه مع بعض، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل، واللحمه بتاعتي ابتدت تنزل الميه بتاعتها، شفت ميه كده في الجناب، ابتدي بقى ازود الدهون اللي انا عايزه ازودها براحتي خالص. الوصفه دي هما بيحطوا لها سمنه كتير، حتى الوش بتاعها بيحطوا لها سمنه سايحه مع اي نوع مكسرات، لوز بقى سنوبر، دايما بيبقى سنوبر يعني، بس لو مش متواجد هنحط عادي لوز. عندي السبع بهارات مهمه قوي بقى، بتدي تاتش جميل قوي للحمه المفرومه، رشه جوز الطيب صغيره، عندي ثوم، عندي بصل. في ناس بتستغرب ليه بنبتدي نحط اللحمه نصدمها وبعدين نزود باقي الدهون اللي هي السمنه والبصل والثوم وكده، ليه مش بنعمل العكس؟ مش بنعمل العكس عشان احنا عايزينها تفضل لونها فاتح، مش عايزين البصل يغمق مع الثوم وننزل بيه على اللحمة فيبقى شكلها في الآخر غامقة في الطبق بتاعنا، في البشاميل، في الفتة، في أي كان اللي هنستخدمه فيها، يعني عايزين في الآخر الشكل كله يبقى فاتح كده يبقى حلو. فلما بنزل دهونها واصدمها بعدين انزل لها الخضار بتاعها بتفضل معايا لحد الآخر فاتحة، فبتبقى لذيذة جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بسخن زيت، تمام، ده النوع بقى التاني، انا هحط نوعين بتنجان يعني هعمل طبقين كبار.
عندي هعتبر ان دي اللحمه اللي انا بعصجها. انا عملت نسخه عشان الوقت طبعا، لازم بسيبها تبرد عشان اقدر احشي كده. وبقور البتنجان ده وبنقعه زي ما قلت لكم، وبعد ما بنقعه بصفيه كويس قوي وانشفه عشان ما يعملش فرقعه في الزيت من الميه اللي فيه، واحطه كده احشيه كويس قوي. دي الطريقه بقى الشاميه 100%. اللي مش عايز يقور بتنجان ومش عايز مش بيعرف هيقطعه مكعبات، دي الطريقه السهله. تمام كده، طبعا بسيب بس شويه فراغ عشان لو حاجه طلعت لفوق يبقى معاها مساحه. وابتدي انزل في زيت سخن اقليه. تمام كده احنا بنقليه. هعمل ايه تاني؟ اشوف الصلصه بتاعتي وصلت لايه. الصلصه دي صلصه مختلفه شويه، بتتسبك وبعد ما بيسبكوها يا بهاند بلندر بيخلطوها يا في الخلاط بيحطوها يعصروها. ميكس بقى طعم البصل مع الثوم مع الطماطم الشرايح مع زيت الزيتون، كله بيتعصر مع بعض بيعمل لي صوص هايل جدا. اهو بحط الصلصه الجاهزه، معلقه كده تغمق لي شويه اللون وتسبك لي الموضوع وتخليه اسمك شويه. معلقه دي بتدي لون حلو، بتغمق شويه لون الصلصه وبتديني لون هايل جدا. انا لسه عايزاهم يتسبكوا تاني طبعا، وبعدين هبتدي اخلطهم. عندي طريقه لو حد مش عايز يقف قدام الصلصه ومش عايز يسبكها بعملها انا في بيتي حلوه قوي، ان انا بحط كل المقادير دي على ورق فويل، البصل والثوم والطماطم، وبحط لهم زيت زيتون وملح وفلفل، بدخلهم الفرن يستووا في الفرن نص ساعه واطلعهم اخلطهم على طول في الكبه او في الخلاط. لو انا مش عايزاهم يتسبكوا قدامي، مش عايزه اقف قدامهم يعني، عايزاهم يبقوا في الفرن بيبقوا برده حلوين جدا. بقلب بتنجان وزي ما انتم شايفين، عايزه الكاميرا كده توريكم مفيش اي لحمه بتطلع، لان انا سايبه فراغ مثلا مقدار عقلتين صابع مش طالعه بالحشوه لفوق، عشان لو اي حاجه امتدت من السخونه يبقى معايا فراغ تطلع ليه، ما تطلعليش على الزيت وتغرق لي الزيت لحمه. نشيل بقى المقادير اللي مش محتاجينها كده، نبتدي نبهر اللحمه بتاعتنا. اخر حاجه الملح والفلفل، ونبهر كمان الصلصة بالمرة. ليه بقى بنحطها في الاخر؟ عشان اللحمة ما تشدش. ناخد بالنا ان احنا حاطين 7 بهارات فما نزودش الملح قوي طبعا. تمام كده، اقلب بقى واشوف كده اللحمة وصلت لايه. بصوا اللون فاتح وجميل، برضه عايزة الكاميرا توريكم كده اللون جميل جدا. هعيد تاني عملت ايه معاكم في كل حلة استخدمناها. هنجيب البتنجان لو هنعملها بالطريقة الشامية 100% هنقوره زي الكوسة، وبعدين هننقعه في مية فيها خل وتوم وملح وفلفل وشطة وكمون وليمون. ده الطريقة الشامية. لو احنا مش عايزينه بتنجانية كبيرة هنجيب البتنجانية الرومي دي وهنقطعها مكعبات زي كده. بعد ما بننقعه بنصفيه كويس قوي، لو هو البتنجان الكبير بننشفه ونحشيه لحمة مفرومة ونقليه. لو هو البتنجان ده هنقليه زي ما هو اللي هو المكعبات عادي، ونصفيه على ورقة منديل ينزل كل زيته ويكون جاهز معايا زي ما انا حطاه كده جاهز معايا. تمام، عندي اللحمة. اللحمة عملت ايه في حلة سخنة؟ صدمت اللحمة لوحدها، نزلتلي المية بتاعتها. بعد ما نزلتلي المية شفت هي محتاجة مني دهون قد ايه، زودتلها السمنة وبعدين زودتلها البصل والثوم والجوز الطيب و7 بهارات، ادتني لون جميل فاتح مش مفيش اي غمقان، عشان عملتها بالعكس، صدمتها وبعدين زودت لها كل اللي هي محتاجاه، زودت لها ملح وفلفل وسايباها تكمل السوا بتاعها. صوص الاحمر بتاعي عملته ازاي؟ شوحت زيت زيتون مع بصل مع ثوم في نفس الوقت، ما سبتش الزيت يسخن. دايما بنقول زيت الزيتون بيسخن مع الحاجه بتاعته، يعني هنعمل فراخ بنسخنه مع الفراخ، هنشوحه مع بصل بنشوحه مع البصل، سبته يسخن. وبعد لما سخن مع الحاجة مع الثوم والبصل رحت ضفت له الطماطم اللي احنا مقطعينها شرايح. دلوقتي كلهم بيتسبكوا مع بعض مع معلقتين صلصة جاهزين كبار علشان يدوني لون غامق ويخلي اللون يبقى احلى،
ويخلي السمك بتاع الصوص اسمك شويه. اديتهم ملح وفلفل وسايباهم يتسبكوا. بحمر البتنجان بتاعي اللي هو النوع التاني الشامي، وبعمل اللحمه وبعمل الصوص الاحمر. هعمل ايه دلوقتي؟ انضف بقى المكان ده ونبتدي نعمل مع بعض صوص البدوه. صوص البدوه ده صوص زبادي زي سلطه الزبادي اللي احنا بنحطها مثلا مع الورق عنب، اللبنانيين برضو بيحطوها مع الورق عنب، بس هو مختلف شويه. مختلف في ايه؟ ان هما بيحطوا له طحينه تدي سمك وبتخلي طعم الزبادي بتقوم يهدى كده شويه. هنعمله مع بعض دلوقتي وهنشوف قد ايه هو مش صعب خالص وسهل. محتاجه بس مضرب سلك. نشوف مع بعض دلوقتي هنعمل صوص البدوة ازاي. هقلل على اللحمة المفرومة واسيبها بقى تستوي بالراحة كده. خلاص هي كده ناقص لها 5 دقايق تاني وهطفي عليها. صوص البدوة بجيب الزبادي وبقلبه كويس بالمضرب السلك كده الاول لحد ما يبقى عندي كأنه مايونيز كده مفهوش اي مية طالعة لفوق. بنزل على الصوص ده بالطحينة وانا بقلب كده، يعني مفصلهاش وانا بقلب بنزل بيها. تمام. بنزل على الصوص ده واحنا بنقلب برضو بالليمون. الليمون بيديله طعم المزز الحلو اللي هيهدي بقى معايا كم الحاجات اللي متحمرة تحت ومتسبكة. عندي توم فريش عشان يديني طعم قوي كده ليه حلو. عندي رشة ملح، عندي رشة فلفل اسود. يبقى احنا قلبنا الزبادي الاول جامد قوي لحد ما بقى كله داخل في بعضه، وبعدين حطينا عليه الطحينة، حطينا عليه الليمون، واحنا بنقلب كل ده انا مستمرة. التوم الملح والفلفل. الصوص عندي جاهز بدخله التلاجة يسقع عشان يبقى على الوش ساقع كده والطبقات التانية سخنة. شوف مع بعض هنعمل ايه تاني دلوقتي. الوصفة دي وصفة مش سهلة شوية، ممكن ناس تستصعبها، بس هي فتة. الفتة دايما طبقات وحاجات فطبيعي يعني. عندي دلوقتي صوص الطماطم بتاعي، هو كده اتسبك كده جاهز. عايزة اوريكم كده شكله من فوق قبل لما اضربه علشان تشوفوا المفروض توقفوا امتى تطلعوه من النار. اول لما تلاقوا الطماطم ابتدت تدخل في السوا 100%، كأننا بنسبك صلصة مكرونة، والبصل ابتدى يدبل كده، ابتدى يبقى طري قوي، وحاسين ان هو ابتدى يدخل في السوا ومش عايزينهم يبقوا غامقين خالص، عايزين اللون يبقى فاتح عشان في طبقة الفتة حتى يبقى اللون بتاعه حلو. البتنجان بقى بتاعي بيتحمر اهو، ابتدى خلاص يدخل في السوا بتاعه وخلاص يعني قريب قوي هطفي عليه. وابتدي دلوقتي اضرب الصلصة اللي احنا عملناها، قطع طماطم مع بصل مع ثوم، اتشوحوا تسبكوا كويس قوي، وبعدين دلوقتي بخلطهم. بعمل كده عايزه عصير طماطم تقيل مش رفيع، عشان كده بنعمل الطريقه دي، مش بنعصر وبعدين نسبك. عايزين طعم بصل مع ثوم مع زيت زيتون، يعني ده مقصود عشان ممكن حد يروح مسبك صلصة حاططها، لو هيعمل كده يشوح بصل وثوم في الأول. نخلط كده يا في الخلاط أسهل لو عايزين، يا في الكبة. المهم إن في الآخر كل التفاصيل دي تبقى في الآخر عصير واحد، مية واحدة، مفيش بصل مفيش طماطم مفيش حاجة لوحدها باينة، كله داخل في بعض. انا هطلع فاصل اكون عملت الخليط ده سائل واحد وارجع لكم على طول، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل وعندي مقادير الفته اهي ابتدت كلها تجهز معايا، اللحمه اهي جهزت، وعندي البتنجان بيتقلي خلاص. الصلصه بتاعتي بيبقى ده لونها برتقاني علشان دي صلصه مش متسبكه، دي خضار اتشوح كويس قوي وتعصر، بيبقى لونها شبه لون العدس شويه، ده بيبقى اللون بتاعها. بسيبها بس تغلي غلوة واحدة وبعدين ببتدي اقسم المقادير بتاعتي كلها. والبتنجان اهو خلاص ناقص له 2 3 دقايق وهشيله على طول. وعندي الزبادي
يلا بقى نعمل البولتين بتاعت الفتة ونقسمهم مع بعض بطريقة سهلة جدا. أول حاجة عندي بجيب مغرفة وبحط تحت كده صوص الزبادي تحت خالص كده، حط كده، يبقى انا معايا صوص الزبادي حطيته اول طبقه. بعدين هنزل عليه بالعيش المحمص. عملت العيش ده ازاي؟ قطعته مكعبات، عيش لبناني عادي، قطعته مكعبات وفي زيت غزير سخن مش محروق، سخن حاجه بسيطه، ابتدى يسخن كده بتروحوا حاطين فيه العيش. اول ما يبتدي ياخد لون ذهبي عشان هو بيغمق في الهواء يطلع على طول، ما نستناش لحد ما يبقى لونه بني. اول ما يبقى ذهبي يطلع على ورقه منديلي يتصفى تماما من الزيوت بتاعته، وبعديها هنبتدي نستخدمه عشان يبقى زي ما انتم شايفين كده ما فيهوش اي زيوت ولا اي دهون موجوده. بحط كده العيش تحت، ده كده عايزه اشيل دي بس عشان ايه تشوفوا كويس. حط طبقة كبيرة من العيش، تمام كده. بعديها باخد طبقة من اللحمة، طبقة كبيرة مش صغيرة، تفصل بين اللحمة وبين الصوص الأحمر اللي هنحطه بعديها. تخيلوا بقى كل الأطعمة دي ولما ينزل عليها كمان بتنجان، يعني الصراحة لا أحييهم، ميكس هايل. أنا بحب الأكل الشامي جدا جدا، بحسه تقيل بس الميكس بتاعه دايما كده تحس إن هما بيفكروا بمزاج، عاملين تقل تحت يروحوا حاطين حاجة ترطب فوق كأن حد يعني بيعالج حاجة. حاجة حلوة قوي. أحط اللحمة كمل كده. ممكن بقى لو عزومه تعملوا بولات صغيره يبقى كل واحد ياخد طبق فته صغيره بمعلقه معاها، تكون برضو شيك وحلوه، فكره حلوه. وممكن لو عزومه كبيره مثلا مش عيد ميلاد نقدر بالظبط دليفري، تجيبوني دليفري اه نروح حاطينها في بولات زي اللي انا عاملاها او في بايركس كبير جدا برضو تكون حلوه قوي. بعمل ايه تاني؟ البتنجان بتاعي خلاص هديله دقيقتين تاني واطلعه. انا عرفت من فين بقى ان هو استوى؟ ان هو بيبقى طري كده من فوق خلاص، بنزل بايدي بلاقيها بتنزل معايا. عندي دلوقتي ايه الطبقة اللي هحطها؟ عندي الطبقة بتاعت الصلصة، بعدين طبقة البتنجان، بعدين طبقة البدلة. حط طبقة الصلصة، بصوا اللون الهايل بقى، اللون ده مستحيل توصلوا له لو انتوا مش حاطين بصل وتوم وشوحتوه، ولو انتوا مش حاطين طماطم شرايح، لو عصرتوها وحطيتوها تتسبك لا يمكن يبقى لونها برتقاني، لا يمكن هتوصل للون ده مستحيل. فهي يعني الطريقه دي هي الطريقه المثاليه ليها، والصوص بيبقى فيه طعم بصل وتوم وشويه زيت زيتون وملح بيبقى حلو جدا. يمكن واحنا ومشبعنا دي اهو طبقه الصلصه حلوه قوي. ايوه شكله تورته، هو مش فته يعني بجد خطير، يعني الثقه جامده قوي الصراحه. انا زملكاويه. حط كده الطبقة الحمراء اللي هي لونها برتقاني شوية، لو مستعجلين اعصروها في الخلاط. قلتلكم طريقة تاني لو مستعجلين بقى خالص خالص، يعني لو ما عندكمش اي وقت هتشووا كل الخضار الطماطم والبصل والثوم مع زيت زيتون وملح وفلفل في الفرن، وبعدين تطلع تعصروها
وبس تدوها غلوة وخلاص كده. انا كده بفصل الطبقات عن بعض بالصوص الاحمر ده، اشيل الصوص الاحمر واشيل البتنجان من الزيت، محضره له اهو المنديل بتاعه. بصوا اللحمه اهي ما طلعتش منه عشان سايبين فراغ، ما طلعناش بالحشوه لحد الاخر، سايبين فراغ مفيش لحمه طلعت في الزيت، هناخد بالنا من الموضوع ده قوي. طبعا لو قدرتوا تجيبوا بتنجان اصغر شويه بيبقى احلى في شكل تقديم الطبق، بس احنا ده اللي لقيناه فاضطرينا، بس الاصغر شويه بيبقى احلى. اخد بقى ده كده شيله، واعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي البتنجان اللي انا قليته اللي هو المقلي الاولاني اللي هو للطريقه السهله، لو حد مش حابب يعمل البتنجان اللي هو المحشي اهو، بحطه كده. عايزه اشيل كل الحاجات اللي ممكن تخليكم ما تشوفوش كويس معايا جمال والوان الطبق المبهج جدا ده. نطفي النار طبعا، كم مواعين وكم حلل مفيش مشكله، لانه هي وصفه كبيره يعني، هي وصفه ممكن تتعمل لوحدها، دي وصفه فيها كل المقادير، فمش محتاج انتوا تعملوا اطباق جانبيه جنبيها. ياخد البتنجان ده اقلبه كده، ينزل زيته خالص. اجيب بقى الصلصه بتاعه البدوه، وكمان اسخن، عايزه اسخن هنا سمنه عشان نشوف بس هنعمل ايه في السمنه دي. دي بقى تركايه كده للطبقه اللي فوق، كمان فيها شويه دهون حلوين كده بس هي مهمه. نسيبها بقى ايه تسخن كده. اخد بقى الصلصه بتاعه البدوه اللي هي صلصة الزبادي اللي هتهدي معانا كل ده. بصوا جمال الطبق بجد، الألوان بتاعته تفتح النفس من غير ما نقول أي حاجة، من غير ما ندوق حتى، تورتة مش فتة. تزيين الحاجة وألوانها يعني بجد هايل. اعمل كده، باخد اول طبق عندي اللي هو البتنجان العادي، احطه كده على الوش. ممكن احط واحدة تاني او استغنى عنها وتبقى واحدة بس، ده كله اختياري، هي طبعا مولعة بس هي بتكون كده. طبعا اللحمة اللي جواها جميلة جدا وهي شكلها هايل جدا. عندي صنوبر متشوح تشويحة بسيطة نزلته في سمنة، هقول لكم ليه دلوقتي انا منزلاه في السمنة، عشان عندي الزبادي ساقع، هقول لكم ليه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد شوية بتنجان احطهم كده على الوش، ده بالنسبة اللي هي الطريقة الاسهل، البتنجان المتقطع. وعندي هنا شوية بقدونس كده، وعندي هنا هديله بقدونس. بصوا جمال الطبق وألوانه بجد، يعني طبقين طبقين فتة يعني يخلوكم ما تاكلوش أسبوع بعديها، صح ولا إيه؟ صح يا استاذ معتصم، الجمهور كله خلاص، الاخراج كله. نسخن السمنه مع الصنوبر ونطشها بقى، نديله طشه كده نهائيه. بجد هتستغربوا موضوع الطحينه مع الزبادي، انا لما جربته اول مره كنت مستغربه جدا، بس بجد طعمه جميل جدا، هايل جدا ومختلف، يعني مش طعم مش متعودين عليه، مزز كده مع حادق مع صوص الليمون اللي فيه كله كده مع بعضه حلو جدا جدا. نديله شويه عيش كده
واعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش بسيبها تسخن اللي هي تحروق معايا، انا بسيبها بس تسخن كده وبروح واخداها ونازله بيها على الوش كده. تسنوبر ممكن تحسوا ان ده طعم تقيل شويه، بس هما بيعملوا كده فبتبقى بالمنظر ده. لو حد حاسس ان اخر خطوه دي تقيله عليه ومش حاببها يستغنى عنها. الطعم اللي جوه واللي تحت والطبقات كل ده يغنينا، هي طعمها جميل وفيها كل الانواع الحاجات اللي الناس بتحبها. وهعملها كمان بكذا طريقه تاني غير البتنجان عشان يبقى عندنا كذا نوع يعني منها. لما نعمل سلطة البدوة والصوص الأحمر يبقى معانا كذا حشوة وكذا طريقة. بس النهاردة قلت أعمل وصفة للناس اللي بتحب وصفة البتنجان قوي، دي وصفة تكون حلوة قوي ليهم، وصفة شامية للناس اللي بتحب الأكل الشامي. بشكركم جدا واستنوني في حلقات جديدة دايما من سفرة دايما. شكرا.